فاني اخشى ان يبقوا في الاوهام وفي ابراج الايديولوجيات المنقطعه عن واقع الحياه يكابرون وينفرون الحقيقه الصادقه. طلبا للخروج من الاوهام العلمانيه وسعيا نحو الالتصاق بالحقيقه الطائفيه الساطعه، اخرج اللقاء الارثوذكسي ورقته المذهبيه ليعيد خلط الاوراق الانتخابيه، على ان ردود الفعل لم تقتصر على اللقاء الماروني في بكركي بل تعدتها الى قطاعات ونخب عديده، وهو ما دفع عددا من الزملاء الاعلاميين ومنهم الاعلاميه بولا يعقوبيان الى طرح معادله مضاده. اذا بدي افكر انصهار وطني، اذا بدي افكر انه ما بدي بقى حرب اهليه جديده بلبنان، اذا بدي افكر انه يكون في امل بمواطنه بهالبلد، بدي اقول بالعكس، خلي المسلمين ينتخبوا المسيحيين والمسيحيين ينتخبوا المسلمين. هكذا ووفقا لهذه المعادلة سيكون على النائب محمد رعد أن يرضخ للإرادة المسيحية، فيما سيكون رئيس القوات اللبنانية أسير الصوت المسلم. معادلة تقلب المعادلة من دون أن تمس بالمناصفة يرحب بها دولة الرئيس الفرزلي مع ولكن. هذه الطوائف التي أنتجت كياناتها والتي أنتجت أعلام وإعلام ومليكتها ومؤسساتها وثقافتها ومدارسها وعلاقاتها بالخارج وعلاقة الخارج بها، هل هي مستعدة أن تكون وفية للقاعدة التي انتخبتها في حال قام المسيحيون بانتخاب المسلمين والمسلمون بانتخاب المسيحيين؟ لا أدري. هي معادلة طوباوية إذن، ولكنها تبقى بالنسبة إلى مطلقيها أكثر جدوى في معالجة الآفات اللبنانية التي لن يؤدي اقتراح اللقاء الأرثوذكسي إلا إلى تكريسها على ما تقول يعقوبيان. حتى بمسألة الحماية الخارجية اللي بتلجأ للطوائف هيدي ما بعمرها 400 سنة من تاريخ لبنان ولا نهار كان لها حل. كل طائفة بتحس بضعف ما بتروح بتستنجد بخارج ما، أو حتى لتقوى أكثر وتضرب باقي الطوائف كمان بتستنجد بخارج ما بيقويها على اخواننا بالوطن. طيب هل اخواننا بالوطن لنصير عن جد بوطن واحد بوطن منتلاقى فيه؟ بدك حل من هذه الحلول اللي بتنقز اللي هي اف كيف يعني؟ ايه خلي المسلم ينتخب مسيحي والمسيحي ينتخب مسلم، وما تقول لي ما بصير عندي مواطنه ودوله حقيقيه ومدنيه ودوله قانون، بصير عندي ونص. اما مساله التدخل الاجنبي في لبنان هي مسألة لا علاقة لها بقوانين الانتخاب، هذه مسألة لها علاقة بأساس التكوين الذي أوجده الغرب للبنان لكي يحمل في طياته بثور تفجير نفسه بنفسه عندما تقتضي الحاجة. واحدة من المآخذ على الاقتراح الأرثوذكسي دعوته نقل الصراع إلى داخل الطوائف وما قد يترتب عن ذلك من نتائج كارثية ودموية. بس نحن إذا نتذكر أسوأ الحروب الأهلية كانت لما الصراع كان داخل كل طائفة، مسيحيين مع المسيحيين، قديش طلع بستاتيستيك شو أنتج من قتلى ودمار تخلف بالبلد، شيعة وشيعة مع بعض لما قتلوا ودبحوا بعض، وكلنا بنعرف إنه بتصير حرب أخوة بالآخر. فأبدا منه حل إدخال الصراع إلى كل طائفة. كسروين صرة من سنة 92 حتى اليوم بتنتخب نوابة، سمي لي خطاب متطرف صدر. نحن نقول خلي قانون الانتخاب يكون هو الانتيبيوتيك، يكون هو السم اللي بتحطه بالسم لقتله لتفجيره من الداخل. كيف بتفجر البحصة بالكلوي؟ فجر الطوائف عبر نقل الصراع إلى ضمنها، لأن الطوائف ووحدتها بتعتاج على قاعدة اصطناع الصراعات مع الخارج. على الطوائف أن تدمر نفسها بنفسها، ولكنها قد تدمر الكيان الذي أوجد بسببها. هي معضلة المسلمين والمسيحيين معا، والتي لن تجد حلولا سوى أن انتخبت الطوائف نفسها أو انتخبت بعضها. رياض بيسي، قناة الجديد.